رئيسنا المفدى لا يعرف نومه لا مخدة، مكسح شعبه الحكم متعبه، يحيى ولي في الرئيس ولي في الديمقراطي، لا يرضى بالانفلاتي، لا انتخبنا ولا تعبنا ولا سمعنا بمجلس تأسيس. سيدة القصر الأولانية سلسة سلسبيل، وهي في القرارات القصرية تخسر وتطول وتقيس. مولاتي سمعا وطاعة، عيني ديما في القاعة، شعبي حسنتي له أوضاع، لبستي له غالي ونفيس. يا برمقليين اطمئنوا، كونوا شعب في حسن ظنه، ريسنا شكون انضف منه، كلامه الكل صابون نظيف. يا ميع الكسوة شوتاتو، في تصوروا في كوات رواتو، يزيد يلبس مراياته من بيرو ويشوف الريف. منورنا بين الدول، شمسي ضوي حتى عالظل، البطال يزيدهم عطل، ما يحبش النيجاتيف، هو يدخلنا الامل ويشطح الوزرة بتبل، الراحة قبل العمل، جمهورية بوزي الريف. الجمهورية البرمقية، برمقية وبرمقية وبرمقية وبرمقية، رئيس بالميدانية، ميدانية وميدانية، يعلقني ويعلقني. يا برمقليين اطمئنوا. سيداتي سادتي، مرحبا بكم في هذه التغطية الحصرية، وعلى الهواء مباشرة من قصر سيادة الرئيس السيد ولي في البرمقلي. بعد لحظات نعلن عن نتائج الانتخابات التي كانت شفافة وديمقراطية، فمبروك لشعب البرمقلي، وهنيئا لهذا الشعب الذي كل العالم ينظر إليه بكل فخر واعتزاز. واسمحي لي بقليل من الغيرة والحسد في بعض الأحيان. أيوة، تست. الله 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 الله. يلا جماعة تركيز، انتبه يعيشكم من فضلكم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، مرحبا بكم. أولا نشكركم على هذا الحضور، حبيت في نفس السياق نشكر المنافسة الشرسة والأخوية في نفس الوقت اللي جمعت بين الزوز نوميني اللي هن الليلة ريان البرمقلي. والرئيس العظيم مالك الملوك، محبوب الجماهير، محبوب كل الشعوب، السوبر سوبر ستار ولي في البرمقلي. إني سعيد جدا لاختياري لكم كشعب ولاختياركم لي كرئيس. سيد رئيس، مازلت ما وليتش رئيس. ايه سيد الرئيس، على خاطر الانتخابات والنتائج مازلت ما خرجتش. علاش ما خرجتش؟ كنا نستناو في سيادتك بين تحضر معنا. كي هي ما خرجتش علاش تخرجوا فيا؟ انا تو كنت ما عندي ما نعمل يا اخي، قصيتوا عليا تروح كان دي كراش. هي اعلم النتائج هو
شكرا. حضرات السادة والسيدات، إليكم الآن نتائج الانتخابات الرئاسية. أنا متشوقة برشا باش نعرف نتائج الانتخابات. تحصل فخامة الرئيس وليف البرمقلي على 99.99% من الأصوات. بينما تحصل ريان البرمقلي على نسبة 0.001%. ليحدوا اللي 7 ملايين بشر انتخبوا فخامة الرئيس المفدى، واحد انتخب الاخر. نعتذر لكم لأنه ما كانش في الحسبان، أنا تفاجأت بالنتائج في الحقيقة، لذلك باش نرتجل كلمة سريعة مش بناخذكم شرط. أن أشكركم على هذه الثقة التي منحتني التي منحتها لي، لكن لكي أكون رئيسا إني أشكر كل المجهودات الجبارة. وما دمت على قيد وطير الحمام مجروح ويا بنت السلطان، هي أو لا أحد، سيدة البرمقلي الأولى. شكرا. يا شعبي، انا كسلسبيل سيده لولانيه بالكل، اريد ان اعبر عن سعاده القسوه باختياركم الى فخامه الرئيس زوجي المفدى ملابيتي وفردة كبدي. فلدة كبدي. شعبي العزيز، أنا لا أخفيكم، حقيقة لا أخفيكم أني متفاجأة لاختياركم السائب. أقولها الصائب. لقد أصبتم. نعم، لقد أصبتم في اختياركم لي ولبعلي. ولبعلي، وفي هذه الظروف العصبية العصيبة سيدتي، حتى ننقذ البلد ويدكم في يدي، حتى نقهر كل شيء. شكرا على الحضور، شكرا على كل شيء. نجم سكروا الكاميرا، ها سكروا الكاميرا، سي سكرتوا، ها سي سكروا، هاي سفساريكم وباب برمقلي اخرجوا علي، اخرجوا علي، سكر علي الهم ذا كل عينيه ماشي توامي بالضوء، اخرجوا باش تخلصوهم انتوما، ناحيتك من سحل الحلو غادي اخرج. هذا خط، هذا خط، انت عناية فصصتهم لي، ويني مرايتي نتاع نظر؟ غريبة، تعداد السكن 3 ملايين والناخبين 7 ملايين. خاطر حتى الموتى ينتخبوا.
يا اخي انت سامحني فرحان بات الحال مدام انت بجنبي انا ديما فرحان يا لوف. انت فرحان بالانتخابات؟ بات الحال فرحان. انتخابات خفيفه نظيفه وشفافه. فضحتني، خليتني ضحكه، خليتني اعار قدام سيدات ونيات الاخريات. شو الفرح فيك انت؟ انت كيفاش مواطن ما ينتخبكش وانت فرحان؟ فهمت شي؟ هذيك هي اللعبة الديمقراطية. أيوة هذيك هي الكلمة ذيك اللي ما نحبش أنا نقولها، هذيك اللي حلت لهم عينيهم. أنا شعبي الكائن ما عادش نعقل حتى واحد فيهم، راه ما عادش نعقل. شوف السيدة ذي جيبوا لهنا وتعمل في عذابه صنعة. أنا نحب يكون قدوة لمن يعتبر عبر، وحب من حب وكره من كره. اسمع سبيل أخف غادي، حدك غادي، أنا ما يحكم معايا حد. تطلع تشد بيتك تو. أنا لو حتى حد ما ياخذ قرارات في بقعتي ها بطبيعة الحال باش نطلع شد بيتي. شبيك راني النهار كامل وأنا مانيش فرشك باش نتكى شوية حتى ظهري ولا يرجع فيا. شبيك الصباح وأنا بطبيعة الحال أنا شنو قاعد نعمل؟ ناخذ قرار. أنا ماشي تو. شكون يقرر أخي؟ أنا نقرر. قرار نطلع بيت الحال. هاني طالع في الدروج باش نبيت رتح بخاري ضعف. شكون أذنكم باش تقعدوا؟ يا ربي شكون قال لك اقعد؟ سكر فمك. ريت قعدت هنا. سيما قراني مشوية راني صباتي ضربني عيط. تمسكني؟ تو هذا وقته مش وقته. لاباس سيد رئيس. كيفاش؟ كيفاش تحبني نقول لاباس؟ البلاد تخلي بالخونة. كيفاش سيد الرئيس؟ تتبانسوا ها؟ مجلس وزاري مضيق بهناس. ها؟ زعما عملوا روحكم في بالكم بحتى شيء. عجبتكم نتائج الانتخابات؟ أبو سيد الرئيس 99.99% تبارك الله يضرب لي سيادتك حطمت الرقم القياسي. عندي معكم مشكلة. أنتم كي تاخذوا كاس بالماء ما تشوفوش البارتي الفارغة، تشوفوا البارتي كيفاش هي تجي تشوفوش. ما فهمتك السيد الرئيس، نجم تفسر لي أكثر؟ المقراني في بالك لي فما مواطن ما انتخبنيش وانا حسيتها طعمة خطرة برقدتش ليلة كاملة البارح مخي يخدم. تعرفوني حساس اولي مش ان شاء الله. هذاك ما يقول كان المنافس بتاعك سيد الرئيس. هاي هاي يبكي يبكي باش تعذر. هذا كفو يا معا رب انتشلت الهم والخياب غياب الحياة وعاونت ووقفت معه وسمحت له باش يترشح في منافسة هكا تكون قدام الناس شفافة شريفة نزيهة حميدة لطيفة في الاخر ما ينتخبنيش. سيد الرئيس هذيك هي الديمقراطية. السفجة ذايا اللي ما يراش بالجميل المعروف تو تجيبوهولي.
توا معناتها بعد شويه لو هكا هكا نلعب ولينا ها هذا الشيء اللي متفاهمين فيه. والله يا سيد الرئيس انت خبتك 6 مرات معناتها هاك بالجدالية انت خبتك 6 مرات دغفة معناتها قدامكم. عندي 3 أيام وانا ننتخب فيك كل نهار في قسم المدارس دورتهم بالمدرسة بالمدرسة لا تاكل لا ترقد لا هالشيء دور وتنتخب قاعدة. بس قلت يا سيد الرئيس يلزمنا نعملوا انتخابات شفافة وديمقراطية. شفافة ديمقراطية هذاك علاش عملنا كاميرات مراقبة في كل خلوة سرية يا سيد الرئيس. أنا بيدي ركبتهم يا سيدي وخدموا جربتهم كل شيء مريض يا سيدي. أنا تقول فخور بيك طلعت برمقلي أصيل وانتو ما تعرفوا عادك من الخدمة شنية. ما فهمت شكون اللي أذنكم باش تقعدوا. سيقي ما عشان نجمش نقعد. استوي روحك ما تمسينية ثم كاميرا مراقبة. جهوني يا سيد يا محترم يا متاع القانون انت هكا والخلوة والسرية والكاميرات والمراقبات و6 مرات شنو هذا؟ في بالك يا سيدي انت انتخبت اكثر مني؟ هاي انتخبت اكثر مني ما عادش لي قديم معناتها كان فما واحد يبندر راوانا انا بتاعت بندير اسأل عليا تقولوا لك باهي. ناصر كيفاه؟ مش سعان حقريني فردوس شبين نعيط لك تسمعنيش؟ وي مدام. لطي بابا بون قولي وحدك يا وحدي مدام. اي لا وقايد وقايد بتشوف مرأة تلمك ولا راجل يلمك ولا ليه هو داكورد شكون هذي؟ هذوما البنات متاعنا. اسمعني اك 0.0000 فاصل هذاك اللي ما انتخبش وليف شديتوها؟ حقي مدام نسيت. لا ما تقوليش اطلع المقراني. اي خمضوك والله نحس اني وراك الشيء هذاك انقلاب خاطر الانقلاب راهو ما يجي كان من اقرب انسان ليك دونك ما يخرج كامل القصار عرفت؟ انا راني نسيت ما قلتلكش اللي بنديره. اي 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 تحسوا ذاك مربع ديجا كي باكو السكر وهكا مجنب ودركي فيه وعينيه مخاوزين مش نورمال مش نورمال. ايه مدام الواقع سينية؟ اي رهدينا عملت لي فيها زعما مغروم بالاشعار والشعر اي دارة قتلتني ذيك في الفيسبوك في بالك نهار كامل تصور فيه فضحتنا الديكور نتاعنا الكل الكل تلقى في الفيسبوك. اي مدام انا انت تعرفني انا راه ما نحبهاش هذيك قطار قد يخفي قطار اخر فهمت ولا إيه؟ انت هكا تقعد لي هكا ما تبدليش هكا باهي يا مدام تعرفني انا شوي انا زعما حشيك اتس بوسيبل يا مدام لاخر لاخر لا 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 ما فهمتنيش لاخر حط كاميرات مراقبه في كل خلوه سريه اما ما تخافش راهو باش يشدوه يجيبوا لك قصر لهنا باش يتفضح كل خلوة سرية. هي نعم للا وين أنا ها؟ فهم دي كاميرا لهنا؟ لا لا ما عندنا شيء خاطر يلا يلا يا بنات يلا يا بنات بدي كل شيء يكون مرتب ترتيب يلا. كيفاش ما تعرفتش على الورقه البرمقليه وما حطيتهاش في بقعتها؟ يبدا ما قمتش بواجبك وتزيد تكذب من فوق. تفضل سيد الرئيس. والله لا ريت اللون بتاع الورقه ولا شفته كيف ما تشوف
ثلاثة جمعات وانا نعيط ونغني وليف ديما الفوق والورقة البرمقلية في الصندوق وليف ديما الفوق والورقة البرمقلية في الصندوق والله يا سيد الرئيس. تعرف انتم الشعب ايش تمثلوا بالنسبة لي انا؟ انتم نور عيوني، انتم المحبة اللي رزعتها في الحليب، انتم اللي نرقد بيكم ونقوم بيكم. على ذلك انا رغم الغلطة الكبيرة متاعك قررت باش نسامحك. بارك الله فيك سيد الرئيس. يا باش حمبيت تعملوا مزية هزوه الحبس انفرادي كاسح شوية سكروا عليه ونساوه. سيد الرئيس والله والله ناريتها الورقة والله أنا شفتها الورقة فهمت البرمقلي والله ثلاثة جمعات وأنا ليه وليه ديما الفوق والورقة البرمقلية في الصندوق. مشكلتي أنه أنا تبليت بشعب يتميز بثلاثة خصال: التفزعيك والكذب وصحة الرقعة. أنا يظهر لي بالمناسبة هذه نعملوا احتفال كبير. شنو رأيك سيد الرئيس لو كان نطيروا عصفور؟ أنا في رأيي سيد الرئيس لو كان نعملوا حفلة كبيرة هنا في القصر خلي الشعب يشيخ ويتفرد. وهو كذلك نجيبوا مطرب يكون معروف ونجيبوا معه باند كبير يعني فرقة فيها مئات العازفين ونعملوا جو ونحركوا الدنيا وكذا يتفرد الشعب بالتالي ما شنو. ولكن سيد رئيس باش تكلفنا برشا فلوس وإحنا الفلوس في حاجة نشجعوا بهم الشعب نعاونوه نعملوا بهم مشاريع تنموية خير من الحفلات والصخب الزائد يعني لا طائلة من وراء. مقراني عندي 4 ولا 5 سنوات نحب نسألك سؤال. تفضل سيد رئيس. علاش كبي انتي؟ علاش ما تفلت حتى فرصة باش تهبط لي الجينيا؟ علاش وجه دد وجه البومة؟ ها يا اخي الشعب حرقك عليه الحليب شعبك هو. شو رايك سيد رئيس لو كان نجيبو مايكل جاكسون؟ شكون نجيبو مايكل جاكسون؟ اش تخدم انت وزير عندي؟ وينو مايكل جاكسون؟ وينو وينو وينو؟ بطل الغناء ماكل عام عايش عند اصدقائنا في مملكه البحرين وتخلى الاسلام ما في بالكش. والله سيد رئيس اللي في بالي وزير الهانه. سيد رئيس سامحني علاش ما تغنيش انت يا اخي؟ نحن باش نلقاو ستار خير منك تبارك الله عليك يا بندير. انت طلعت ثعلوبه. لكن سيد رئيس بريستيجك مكانتك ما تسمحلكش بانك هذاك. علاش مانيش باش نغني انا؟ قاعد نفكر جديا باش نعمل فيديو كليب. برمقلي الخضراء ما اجملك ما اجملك برمقلي الخضراء ما ارواك مقلي الخضراء ما أجملك ما أجملك مقلي الخضراء أرواك سبحان ربي سبحان ربي سبحان ربي سبحان ربي سبحان ربي اللي صورك مقلي الخضراء سبحان ربي سبحان ربي سبحان ربي سبحان ربي سبحان ربي اللي صورك برمقلي الخضراء برمقلي الخضراء برمقلي الخضراء يا ليلي يا ليلي
برمقلي الخضراء أجمالك قاوة أشتش شكرا.